عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحه جيده. اليوم راح ندير معكم فطائر ولا كيما نقدروا نسموها بيتزا بالجبن. راح نبداو على بركه الله، نقول بسم الله. اول حاجه انا هنا ديما نعبر بالكاس، انا عندي هنايا كاس ونص تاع الماء سخون. كاس ونص تاع الماء سخون، عندي هنايا خميرة تاع الخبز، خميرة فورية المعوضة يعني مغرف تاع الأكل. راكم عارفين الحال بارد، نديرو الخميرة، نكثرو الخميرة. عفوا، عندي هنايا كاس تاع السكر، عفوا مغرف كيما هذي نتاع السكر، ندفع الخميرة. خلي شويه الخميره تتفاعل لي ونكملو الفيديو. بعد ما تفاعلت لي الخميره انا راح نضيف الفرينه. والفرينه ما قدتش نقول لكم شحال يعني فيها الفرينه، ديما راكم عارفين الفرينه يعني تختلف يعني نلمو العجينه تلمنا العجينه نحبسو. نضيف شويه تاع الملح، مغرف صغيره تاع الملح. ميت العجينه كما قلت لكم نعمل العجينه عادي. عندي هنا زوج مغارف تاع زيت زيتون، يعني راح ندخل كامل الزيت في العجينه. شوفوا العجينة ما دلكتها ما حتى حاجة، يعني نمتها على الأول يعني تلمت لي من الفرينة، ومن بعد كي دخلت الزيت راكي يعني شغل تدلك فيها، دخلي الزيت كامل في العجينة حتى تحصلي على العجينة هكذا يعني بدون دلك، يعني ندخلو داك الزيت كامل في العجينة يعني هكذا يعني يختفي كامل داك الزيت. انا عندي هنا فين بلاستيك، راح نقطعها ونخليها يعني نعطيها الوقت تختمر. وعندي هنايا منديل تاع المطبخ، ما عارفين الحل بس يعني خلوها تختمر. هنا نجو الكريمه تاع الجبن، واش راح ندير فيها؟ انا عندي هنايا نص كاس تاع زبده، وعندي هنايا الجبن هذا كري، كما تقدري لاباش كري اي فرماج عندك في الدار تقدري ديري. انا عندي 3 حبات من هذا، 3 حبات تاع كري.
ثلاث حبات كيما قلت لكم فرماج كيري، وعندي زوج فصوص نتاع الثوم. خلط مليح حتى تولي على شكل كريمي. ضربت الفرماج ولا الزبدة والثوم حتى تحصلك على كريمة على الشكل هذا، يعني نضربوهم بالمقلوب هكذا حتى تحصلوا على كريمة على الشكل هذا، يعني طريقة سهلة. يعني الفرماج نجبدوه من قبل على درجة حرارة المطبخ، باش يساعدنا كل جبدوه بارد يساعدنا في الخدمة، يعني نحصلو على كريمة هكذا. كي نكفى خمرتلي عطيتلها وقتها، يعني قلت خمر مليح يعني الشكل هذا. انا راح نحبط الهواء اللي فيها نقسم على زوج. كده شوية فرينة راح نسرح. نحاول نسرحها على شكل كاري. نحاول نسرحها على شكل كاري، يعني ونرقق، يعني نرقوها شويه راكم عارفين في الخميره تعاود تقتنع. انا عندي هنايا البلا درت فيه ورق زبده، يعني ورق كويسه. نحاول نديرها كاري. الفرن شعلتها من قبل على 180 درجة. هنا كريمة تاع الجبن
درت كامل الكريمه تاع الجبن. انا عندي هنايا فرماج غافي، عندي هنايا فرماج موزاريلا. عندي شوية تاع زعتر، انا راح نديرها طيب نوريها لكم صح التقديم. فضلت لي يعني قطعتها على الشكل هذا، يعني شوف كيف جات، يعني جات ولا اروح، يعني شوفها طيبه. شاهدتكم في الجنة، نقول لكم شراتنا لإعجابكم، يعني فطاير بالجبن ولا كما نسموها بيتزا بالجبن، شراتنا لإعجابكم وش هي طيبة. السلام عليكم، فيديو آخر إن شاء الله.